أنا أعتقد حقيقة، وهذه نقطة مهمة، إذا عرفنا أنه نقص العناصر يؤدي إلى حدوث كل هذه الأعراض، أنا أعتقد أن الشيطان يلعب، وهناك أدلة في القرآن والسنة يلعب على هذا. والحقيقة أنا خليني أوضح لأخواننا المشاهدين أن هناك عداوة تاريخية بين الشيطان والإنسان. بدأت هذه العداوة، الشيطان كما يقال كان اسمه عزازيل، وكان من الجن كما أشار القرآن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الجن كانوا يستخلفون الأرض قبل أن يخلق الإنسان فيها، وهناك دليل في القرآن، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طب إيش عرف الملائكة إنه هذا المخلوق الذي سيأتي سيسفك الدماء؟ هم كانوا يعلمون من الجن، الجن استخلفوا قبلنا وكانوا زي حالاتنا بيسووا مشاكل وحروب وإلى آخره، فأدركوا إنه هذا المخلوق الآخر سيسفك الدماء، ولذلك قالوا لله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الآن إبليس هذا كان أفضل الجن، أكثرهم عبادة وطاعة لله وقيام ليل وصلاة وزكاة وما تشاء من عبادة، فقربه الله سبحانه وتعالى ورفعه من الأرض إلى السماء ليتعبد مع الملائكة، وهذا ما يفسر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طب هو إيش طلعه فوق؟ سبحان الله، هذا بسبب سبحان الله إنه الله كرمه، ولذلك كان إبليس يسمى طاووس الملائكة، وكان الله يباهي في الملائكة، يقول للملائكة أنتم مخلوقين من نور، فيعني ما عندكم أخطاء، ولكن هذا المخلوق مخلوق من نار اللي هو إبليس، ففيه الخير والشر، ومع ذلك هو ينافسكم في العبادة والطاعة والتقرب والصدق وإلى آخره، وإذا كان يسمى طاووس الملائكة ويباهي، يعني الله يباهي به الملائكة. الآن هذه المكانة المميزة لإبليس حقيقة اغتاظ إبليس هذا عندما خلق الله آدم، لأن الله عندما خلق آدم كرمه وخلقه سبحانه وتعالى بيديه، طبعا نحن لا نعرف كنهة يد الله ولا شكلها ولا كذا إلى آخره، ولكن سبحان الله واضح إنه الله خلقه بطريقة مختلفة. هناك حديث سبحان الله مر معي أنا أريد، عن ابن عمر قال خلق الله أربعة أشياء بيديه، العرش وعدن جنة عدن والقلم وآدم، ثم قال لكل شيء كن فكان، يعني كل شيء كن فيكون إلا هذه الأربعة. ولذلك أنا أعتقد إنه إبليس لما رأى أن الله سبحانه وتعالى كرم آدم بطريقة خلق مميزة، هذه أول صورة من صور التكريم. الصورة الثانية أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم، ومنهم طبعا كان إبليس لأنه كان يتعبد مع الملائكة، تمام، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، سبحان الله. ولذلك هذه كانت عقدة عند إبليس، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أجلتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ولذلك أيضا في الآية الثانية قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني لاحظي أنه الموضوع عند إبليس أنه كيف الله كرم. ولذلك جاء الحديث في صحيح مسلم يفسر ذلك، قال إن الله لما خلق آدم جعله تمثالا من صلصال، فجعل إبليس يطيف به ويركله، يعني شوف من غيظه كان يضربه برجله، فآدم طين من صلصال يصلصل، وقال العلماء إنه هذا من قول الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار، فهو يركله. وكما ورد في القرطبي قال كان إبليس بطبيعته النارية الكهرومغناطيسية يدخل من قبله ويخرج من دبره ويقول ما لشيء خلقت، أبصر ليش الله أنت خالقك، يقول لسه لم ينفخ فيه الروح وهو تمثال من صلصال، ويقول كما ورد في القرطبي لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك، هذا إبليس يخاطب آدم. أنا أقول ماذا رأى إبليس بطبيعته الكهرومغناطيسية، ماذا رأى في جسم آدم حتى يقول لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك؟ أنا أعتقد أنه
والله تعالى هذا اعتقاد شخصي، انه ابليس راى في جسم ادم موضوع الخلايا العصبيه، وكيف هذه تحتاج الى الصوديوم والبوتاسيوم، واذا نقص الصوديوم والبوتاسيوم تصبح سهله الاستثاره. ولذلك اول ما طرد الله سبحانه وتعالى ابليس من الجنه قال اخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. ايش توعد ابليس؟ شوف ايش قال: وإن يتبعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. طيب شو مصلحة إبليس إنه بني آدم يغير خلق الله في الطعام؟ فائدة علمية عملية للدكتور جميل قدس دوي. لعل هذا ما يفسر لماذا كان أمر الله تعالى في القرآن الكريم للناس بالأكل يتبع دائماً ألا يتبعوا خطوات الشيطان، ولعلنا نلمس ذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد بدأت خطوات الشيطان للتغيير في خلق الله في الطعام بفكرة الأمن الغذائي، وأن هناك عددا هائلا من الناس على وجه الكرة الأرضية، وأنهم ازدادوا بشكل كبير، فكيف سنطعمهم؟ ولعل هذا من قوله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ومن فكرة الأمن الغذائي هذه أوحى الشيطان للناس أنه يجب عليكم أن تغيروا في خلق الله في الطعام، وذلك لزيادة الإنتاج وتحسين المذاق. وابتكار طرق لا أستبعد أن الشيطان قد ابتكرها في فكر من نفذها، من تسريع لنمو الدجاج بإعطائه الهرمونات، وتسريع نمو النباتات بإضافة المواد المحرضة والسماد الكيماوي، وكذلك التلاعب بجينات النباتات والحيوانات حتى تصبح أفضل طعما وأكثر إنتاجا، وغيرها الكثير من الوسائل الكثيرة، مما جعل ثمارنا وخضارنا وفواكهنا خالية من الطعم ومن النكهة ومن الرائحة ومن كثير من العناصر النادرة وحتى من الفائدة. وهذا بدوره أدى إلى نقص العناصر التي تدخل إلى داخل جسم الإنسان يوميا ويحتاجها الجسم لإتمام التفاعلات الكيميائية الحيوية، بما في ذلك العناصر التي ثبت دورها في حدوث الاكتئاب، مثل الحديد والزنك والمنغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم. وبنقص هذه العناصر تحديدا، وخصوصا عند بعض الناس الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالاكتئاب، فإن هذا يفضح ضعفهم الجيني ويصابون بالاكتئاب، ويسهل على الشيطان بذلك الوسوسة لهم. قال تعالى في سورة المجادلة: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
تواصلوا معنا بزيارتنا أو عبر الهاتف والإيميل ليكون غذاؤنا دواءنا في كل فروعنا في الأردن، الإمارات، الولايات المتحدة، الجزائر والعراق، ونصلكم إلى بيوتكم أينما كنتم بمنتجاتنا الأفضل والموزونة عبر خدمة DHL إلى أي مكان في العالم. 00962 646 47 410.